السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الفيديو اللي هو مهم بزاف، كله افكار وان شاء الله كله استفادة. غادي نطفو المطبخ، تنظيف عميق ونديرو تلميع الخشب، وايضا هذوك الفواصل ديال السيراميك غادي نرجعهم كيشعلوا، وايضا تلميع ديال الرخام، بزاف ديال التدابير والوصفات في هذا الفيديو هذا. نتمنى ان شاء الله تبقوا معايا حتى لاخر الفيديو، والى عجبكم دائما تبارطاجوه مع الاحباب والعائله. ما تنساوش ايضا لايك الفيديو هكا باش يترفع ويتشاف الصفحه ديال اليوتيوب، وايضا كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع كما العاده. فرجه ممتعه ان شاء الله. وعلى بركه الله غادي نبداو في هذا الفيديو هذا اللي كنتمنى دائما، كنطلب الله يلقاكم الفيديوهات ديالي وانتم كتنعموا بكامل الصحه والعافيه ان شاء الله وراحه البال. فاول حاجه غادي نضفو الحيوط. كيف ما كتعرفوا الحيوط كيكونوا كيشدوا الدهون خصوصا ديال المطبخ، وكيكون ايضا الغبار، وكيكون واحد الطبقه اللي هي معلكه. فغادي ناخذ هذه الحلفه هذه اولا هذه الشبيكه هذه. بالنسبه لهذه الشبيكه راه كاينين في السوق ورخاصين وكبار، بالنسبه لهذه 2 دراهم. وكنحكوا الحيط. بالنسبه للحائط كنحكوا كما قلت لكم، غادي ندير ليه غير الماء لان ما فيهش شي حاجه هكا جافيل، ما كنستعملوش انا دائما في غالب الاحيان. الا لاحظتوا الوصفات اللي كندير راه يعني جافيل مره فاش كنلحق عليه اللي كنديرو، اما في العاده ما كنديروش. وايضا غادي ندوز على هاد الفواصل، هاد السيراميك كله غادي نضفو ديال هذا ديال الباسيو يعني شاد على الكوزينه، وغادي نضفهم كاملين، نقي دوك الفواصل ونقي كلشي حتى نضفو. غادي نبقى نختصر هنا باش ما نطولش لكم الفيديو بزاف ويكونوا فيه افكار اللي هي متنوعه. بالنسبه للبوطاغاز ما استعملتهاش في رمضان، هذه راه المطبخ ديال الكوزينه ديال الفوق، ولكن ضروري نديروا لها شي هكا باش نلمعوها ونضفوها وعاوتاني نغطيها. بالنسبه لهذا البرودوي هذا اول مره كنستعملو، ودائما ملي تكونوا كتستعملوا شي حاجه اول مره، انا عارفه ديال الاينوكس، خاص بالاينوكس، وبزاف الاخوات قالوا لي استعملوه ونجح معاهم، ولكن ما عمركم تجربوا الحاجه اول مره على البوطه. هذو هما المشاكل اللي كيجيونا بزاف الاخوات، تقاسل لهم البوطه بزاف ديال البرودويات. فديروا هذه الطريقه هذه، جربوا في شي قطعه ديال الاينوكس تكون صغيره ونشوفوا. يعني بحال ديك الطريقه ملي كنبغيو نديروا شي ماسك هكا ديال الجميل، كنجربوا حدا الودن ولا منطقه صغيره في اليد هكاك اللي خصكم ديروا الاخوات البوطه ديالكم، لان بزاف منكم كتبوا لي بان البوطه تقاس لهم بليناس او لا تقاس لهم هكا بشي حاجه ولات زرقاء ولا خسرات. واحد الاخت قالت لي دارت داك الليناس اللي كنسيقوا به دارتو البوطه ولات لها كلها زرقاء. فدائما حاولوا واخا تكونوا متاكدين ان البرودوي خاص بإينوكس، يعني نتوما يقدر يكون داك إينوكس اللي عندك ماشي إينوكس حقيقي، يعني كتكون واحد الطبقه مغلفه ولا. فدائما تجربوه في واحد القنيه صغير ولا في شي قطعه اخرى. هذا هو الحل اللي غادي نبقاو نديروه لهاد البرودويات هادو، لان كيف ما شفتوا شحال من واحد ضاعت ليه البوطه ديالو. صافي انا درت هذا لان طلع فعلا مزيان، نوعيه اللي هي جيده. انا كنستعمل بزاف هذاك ميستر بي اولا داك جيف هو اللي كنستعمل بزاف، ولكن حتى هذا رائع وما فيهش الريحه ابدا. دوزت لدوك العيون ديال البوطه ودوزت لكلشي. هنا بالنسبه للروبيني شوفوا هاد الاماكن، اي روبيني فيه دايز ليه الماء ديال الشوفو كيكون فيه واحد شويه الكركر في هذوك الاماكن اللي كتكون فيهم القطره ديال الماء، سواء داك البلاصه فاش كنفتحوه اولا فاش كيخوي الماء. درت هنا واحد نص باكيه ديال الخميره اولا كيس ديال الخميره الحلوه، وقطيره وحده ديال الخل غير باش يعطيني عجينه، وغادي ندهنو بحال هكا ونخليه تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال الدقائق باش داك الكركر يتكلى كله. هنا جبت واحد العود ديال السنان لويت عليه واحد الطريف صغير ديال الجيكس، وكندوز لدوك الفواصل اللي هما غير رقاق، راه ما كندوزوش البنات الجيكس للروبينو كله، راه الجيكس راه كيخسر اللمعه الاصليه ديال هاد الاتاس وهاد الموعن ديال هاد الكوزينه. حاولوا هكا ما بقاش نديروه بزاف. وصافي حتى هو خديت هذاك البرودوي ديال الو كندوزو، ولا الحوض كذلك حتى هو يعطيه واحد اللمعه اللي هي رائعه. بالنسبه لهاد الكوزينه هذه ما طيبتش فيها في هاد رمضان هذا، ولكن كتبقى الحاجه ملي كتكون هكا مغبره وكتكون عندي الحيوط ما غسلتهمش، كانوا يعني فيهم دهون وواحد دابا تشوفوهم معايا فيهم واحد البو يعني دهون بزاف هكا معلكه فيهم. واليوم ان شاء الله غادي نطفوهم باش العيد ان شاء الله تكون الدار كلها نقيه. بالنسبه للرخام الاخوات اللي كيسولوني دائما اولا الجرانيت، هذه هي الطريقه اللي كندير ليه ما كنبدلهاش وما كيشهد ما كيوقع ليه حتى حاجه. كندير شويه ديال الخميره الفوريه، شويه سائل الاواني، وشويه ديال الخل، وكندوز ليه بهذه الطريقه هذه. راه كيتحيد كاع داك الاوساخ اللي كيكون فيه، ما كندير ليهش جافيل نهائيا وما كندير ليهش الجيكس. هذه هي الطريقه باش كنضفو، الحمد لله كيبقى عندي سواء الكوزينه الاخرى ولا هذه كيبقى كيلمع بحال الا دائما جديد والملمس ديالو ناعم. ما نساوش هاد النقاصات ديال الضو حتى هما كلهم نمسحوهم بهاد المناديل هذه، وصافي نشفو
البوطاجي ديالنا اولا الكرانيت ديالنا، ندوزو هنايا للخشب. غادي نشارك معكم واحد الطريقه اللي كنلمع بها الخشب، بزاف د الطرق كنشاركتهم معكم ونجحوا معكم بزاف ديال الاخوات جربوهم. فاليوم غادي نعاود نشارك معكم هذه الطريقه هذه اللي هي رائعه وكتعطينا واحد اللمعه اللي دائما الخشب قد ما تهلينا فيه هكا وحاولنا عليه كيبقى معنا مده طويله. غادي ناخذ واحد الليمونه حامضه بهذا الشكل هذا، نعصرها يعني عصير ديال الليمونه حامضه، اللي هي الخلطه اللي غادي نشارك معكم، واحد الخلطه اللي رائعه. غادي نضيف ليها واحد القياس ديال الخل على حسب الكميه، انا هنا ما غاديش ندير بزاف لان بغيت نمسح غير هاد البلاكراس من الوجه ديالهم. وغادي ديروا اي زيت كاين عندكم، اي زيت سواء زيت الزيتون او زيت المائده او زيت الخروع، ولا هنا انا درت زيت الجليسيرين قياس واحد المعلقه صغيره، كتعطينا واحد اللمعه لهذا الخشب هذا، يعني كترد بحال جديد. نديروا دائما في الرشاش ديالنا نحرك مزيان باش ديك الزيت تدخل في داك تنسجم وتدير لنا داك الخلط، ونرشو على التوب هكا صافي. وانا كنمسح يعني راه انتم كتمسحوا بواحد التوب اللي يكون شويه رطب، انتم كتمسحوا واحد اللمعه كتخرج رائعه وكتبقى دائما، يعني ماشي ديك اللمعه اللي كتبقى في الاول هكا شويه كتولي كتشهب ولا. ودوك الوصفات اللي كنجرب معكم ديال الخشب، راه هذا هو الخشب اللي كنجرب عليه، يعني الى ما عمري صبغته دائما كندير ليه هاد الوصفات اللي كنشارك معكم. وها هو في اللمعه ديالو، يعني راه ما كيتاثرش وما كيتبدلش وراه قديم كما قلت لكم. غادي نستمر هكا حتى غادي ندوز لهم كاملين ديال تحت البوطاجي، وهذوك اللي ديال الجهه الاخرى اللي مبنيين في الحيط، وهذا اللي معلق كلشي، والباب حتى الباب ما نساوش دائما، حتى الباب ديال الكوزينه يكون كيلمع. صافي من بعد ما كملتهم شوفوا اللمعه اللي عطاتني واحد المنظر اللي هو رائع. ان شاء الله هذه الوصفه هذه تجربوها وديروا اي زيت، يعني ما تقيدوش بشي نوعيه الزيت، ديروا معلقه صغيره. ايضا ما ننساش هذاك الفوق ديال البلاكار كتكون فيها الغبره وهاد السراجم اللي بعاد لي منهم هكا للضله، كلشي غادي نمسحوا هذا الشيء كامل. تمشيوش غادي تبقاو معايا باش تشوفوا واحد الطريقه اللي غادي نلمع بها، نحيد بها داك الكحوليه اللي كتكون في الفواصل السيراميك الحائط. هانتوما غسلتو كلشي كيلمع، الرخام الحمد لله كلشي دابا راه نقيتو. غادي تبقاو معايا كما قلت لكم باش تشوفوا الارضيه كيفاش غادي نردها حتى هي في حله جديده. بزاف منكم كنتو كتسولوني على الفواصل ديال السيراميك، في اليوم جبت لكم واحد الطريقه كنديرها ماشي ديما، يعني تقدر نديروها مره في عامين مره في عام على حسب الارضيه وكيفاش كيفاش كتحاولوا عليها، ولا كيفاش كنشتغلوا فيها، واش كتكرفس ولا شويه. الكوزينه ديالي بعد ما ساليتها نظفت الارضيه تنظيف عميق، يعني غادي تنظفوها مزيان ما يبقى فيها حتى الاوساخ، ما يبقاوش فيها شي حاجه، الاوساخ ما تبقاش فيها. بالنسبه لهذه الجهه اللي باقي ما فيهاش البيبان، هي كان البوطاجي داي صغير بوحدو، وزدت داك الجانب الاخر باقي ما رديت ليهش البيبان ديالو. صافي هنايا جبت واحد الكميه ديال السيمه البيضاء، يعني السيمه البيضاء موجوده كدير شي 2 دراهم ولا 3 للكيلو. كتسيقوا السيراميك ديالكم اولا الفاينوس ديالكم سواء ديال الحمام اولا ديال الكوزينه اولا ديال الدار، اي مكان بغيتو كتنظفوه مزيان، يعني الا كنتو كتنظفوه بشي برودوي تنظفوه. عندكم هذاك السائل ديال التسياق كديرو، عندكم جافيل اللي درتو، المهم يتنظف تنظيف ليه هو عميق، وتنشفوا يعني تسيقوه مباشره ملي غادي تنشفوه بالسياقه. كديروا هذه الطريقه هذه، كناخذوا السيمه البيضاء وتلبسوا قفازات اكيد لان السيمه راه كتاكل الجلد، وكنديوه وكنجيبوه بهذه الطريقه هذه. اي مكان عندكم فيه الفواصل كحل او لا خاويين هكا، بعض المرات كنستعملوا شي برودويات كيبقى يحفر في دوك الفواصل حتى كيوليو خاويين، كتشوفوا راه كاين بحال واحد الشريطات هكا خاويين. وكنخوي السيمه البيضاء وانا كنديها هكا بيدي، وكنجيب كندي بيدي وكنركز على دوك القنات. نتمنى ان شاء الله هذه الفكره ديال هذه الارضيه ديالكم ديروها، لان فعلا غادي ترد لكم الارضيه اولا الفانوس الجديد بحال يلاه ركبتوه. كنديوه ونجيبو بهذه الطريقه هذه بشي سياقه ولا بيديكم اولا بشي شطه، المهم كديروا شي حاجه نتوما كتجتهدوا. انا درت هذه الطريقه هذه، شوفوا راه شاد هنايا، ولكن هنا ما خصكمش تسيقوه حتى تفوت عليه 24 ساعه ولا 48 ساعه، ما تسيقوش في نفس الوقت. انا راه التسييق الاول ولا التنظيف الاول دوزناه، درنا السيمه البيضاء غادي نخليه هكا. انا ما عطانيش الضو لان اللون الابيض كيف ما كتعرفوا دائما كيجي شويه صعيب. رديت الفريغو لبلاصتو ما سيقتش، حيت داكشي كله بديك السياقه هكا وهو ناشف، غادي يبقى ان شاء الله دوز عليه 24 ساعه اولا يقدر كاع حتى يومين، وغادي نسيقو ان شاء الله عادي وغادي تولي الكوزينه كتشعل. هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم، وتشجعوني دائما بالتعاليق ديالكم اللي هي دائما محفزه. ايضا ما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والعائله، وعواشركم مبروكه، وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء.